نتحدث عن علاقتكم بدول الخليج، تونس بحاجة للكثير الآن من المساعدات، هناك ديون كثيرة، الوضع الاقتصادي صعب، هذا الوضع يخلق مناخا من التطرف أيضا يجذب الشباب أكثر كما تفضلت. طيب هل تساعدكم دول الخليج كما وعدت بعيد الثورة؟ أريد أن أميز هنا بين دول الخليج، هناك في الحقيقة يعني دول الخليج ليس لها نفس الموقف تجاه كل المواضيع. كان لي لقاء أو مشاركة في لقاءات رئيس الجمهورية مع كبار المسؤولين الخليجيين، سمو أمير الكويت، سمو أمير البحر قطر، مع الكثير من المسؤولين أيضا. وما أعرفه أن هناك استعداد كامل من طرف بعض دول الخليج لدعم التجربة التونسية، بل أكثر من ذلك، كان في لقاء مع سمو أمير الكويت توجه بالخطاب لمعاونيه والوزراء في جلسة رسمية بدعوتهم للتفاعل الإيجابي وقبول كل المشاريع التونسية. المشكل يا أخي، المشكل أو جزء كبير من المشكل هو مشكلنا نحن، هناك قوانين يجب أن تتغير. أمس كان معنا الناطق باسم حزب التكتل، وهو حزب في الائتلاف الرئاسي. نعم. حضرتك ممثل أيضا للرئيس، يعني عمليا حزب المؤتمر. كان معنا أيضا الشيخ عبد الفتاح مورو، حركة النهضة. الجميع يقول مثلا يجب تشكيل لجان تحقيق لمعرفة مصادر التمويل الخارجي. طب أنتم أصحاب القرار، ما الذي يعيق مثل هذه اللجان، إن كان بالنسبة لإقامة إدارات لتلقي التمويلات، إن كان للتحقيق بالتمويل المشبوه من الخارج، ضبط كل هذه الأمور، ما الذي يعيق ذلك؟ هو أنت يعني أرجعتني للموضوع السابق، ولكن مش مشكلة. لا، لأنه نتحدث عن التمويل، يعني إن كان مساعدات أو تمويل غير من غير طريق الدولة. مساعدة شيء أو التمويل المشبوه شيء آخر. التمويل احنا يعني مشكلتنا مع التمويل، لماذا نسميه مشبوها؟ عندما يتوجه بغير القنوات الطبيعية ويكون الهدف هو يعني المس من استقلالية القرار الوطني عبر جمعيات أو عبر سياسيين أو عبر أحزاب، تشجيع أطراف على حساب الدولة. بالضبط بالضبط، وتدخل في الصراع السياسي.